عن موضوع الفو بروسيسنج جو، وازاي احنا في بروسيسنج ان جنرال وي اتاك ذا نويزز تو انكريز سيجنال تو نويز ريشيو اند بيوريفاي ذا سيزميك داتا فروم نويزز اند اوتبوت داتا فول اوف سيجنال. واتفقنا ان السيجنال هي السيزميك انرجي that contain geological information. أما أي حاجة غير كده فبتكون noise. تمام؟ على فكرة الـ background اللي مكتوب عليه real data example أو real data example دي التريس، زي نكبرها نعمل لها زوم عشان نعرف التريسز. طبعا اللون الأزرق ده ممكن في الرسمة دي يبقى peak واللون الأحمر يبقى trough. طيب هنبتدي بأول ستيب. لو تفتكروا الفلو اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، كان بعد اللودنج كان في حاجة اسمها دي مالتيبلكسنج، وقلت لكم ان اي كلمة قبلها الحرفين دي و اي بتبقى عكس الكلمة اللي من غير دي اي. يعني دي مالتيبلكسنج يعني عكس مالتيبلكسنج. تمام؟ طب هو ايه المالتيبلكسنج ان جنرال؟ امبارح انا قلت لكم ابلكيشن واحده للمالتيبلكسنج لو تفتكروا ايه هي، كانت ما قلنا ان احنا بنحول الداتا من الفيلد فورمات الى السوفت وير او البروسيسنج سوفت وير فورمات. تمام؟ لكن تعالوا نفهم يعني ايه مالتيبلكس. ديورنج الاكوزيشن، يمكن انا كان في سؤال امبارح على الفورمات وكنت اتكلمت على حاجه زي كده. يعني during الاكوزيشن احنا في السيزميك بنسجل الداتا ديجيتالي. يعني ايه ديجيتالي؟ يعني بنسجلها بلغه الكمبيوتر، يعني تبقى بالباينري سيستم اللي هو الارقام بين 1 و 0. تمام؟ هقول لكم اكزامبلز للمالتيبلكسنج اللي بيحصل في الفيلد ساعه الاكوزيشن. اولا احنا بنسجل الريفليكشنز اللي راجعه من السب سيرفيس عن طريق ريسيفرز بنسميها جيوفون لو كنا في اللاند، او بنسميها هيدروفون لو كنا بنسجل سايزميك في المارين. الريسيفرز دي سواء هيدروفون او جيوفون بتحول الريفليكشنز اللي راجعه من تحت سطح الارض لو كنا في اللاند، او البريشر بارتسز اللي راجعه من المايه لو كنا في المارين، الى الكتريك سيجنال او الى الكتريك كارنت. تمام؟ يبقى الريسيفرز هياخد الداتا اللي هي عباره عن ويفز ميكانيكال موفمنت على الارض او بريشر بالسز في المارين، يحولها الى الكتريكال سيجنال او الكتريكال بالسز. تمام؟ وبعدين الالكتريكال بالسز دي بتتحرك في واير لتشانل معينه عشان تدخل تتسجل على الريكوردنج انسترومنت، بيحصل لها امبليفيكيشن بيحصل لها. يبقى احنا اول حاجه عملناها حولناها من ميكانيكال ويف او انالوج بمعنى تاني الى ديجيتال. تمام؟ الى الاول الالكتريك كارنت، وبعدين بناخدها بعد كده نحولها الى نعملها امبليفيكيشن، نعملها فلترنج، نحولها الى ديجيتس. تمام؟ وبعد ما نحولها الى ديجيتس بتتكتب في الريكوردنج انسترومنت بفورمات معينه. وحد كان بيسال على الفورمات امبارح، قلنا طريقه الكتاب. يبقى انا حولت شكل الويف اللي انتم عارفينه الساينوسويد ده اللي فيه بيكس وترافس، حولته الى نمبرز اللي هي ديجيتس، وكتبته بفورمات معينه على الديسك او التيب الماجنتيك تيب اللي هو بنسميه الفيلد تيب، يعني اللي بتسجل عليه الفيلد داتا او الداتا اللي احنا سجلناها في الفيلد. العمليه دي هي دي داخله كده بمالتيبلكسد الانرجي اللي راجعه. تمام؟ يبقى احنا هنعمل دي مالتيبلكسنج، يبقى احنا هنرجع الداتا تاني، هنشيل اي افكت احنا عملناه عليها، هنحولها هنرجعها تاني من ديجيتس الى شكل الانالوج اللي هو شكل الويفز. تمام؟ شكل التريسز يعني. اوكي؟ وهنحولها للفورمات بتاعت السوفت وير بتاع البروسيسنج. طيب ده شكل الماجنتيك تيبس اللي احنا بنسجل عليها الداتا في السيزميك اكوزيشن. طبعا اللون دور ده بنسميه ريل
اونلاين تراك تيبس، دي حاجات قديمه مش موجوده حاليا، لكن لا شكل الكوبيكال دي عباره عن كارترج بنسميها كارترج، وفي منها انواع كتيره بنسميها، في انواع اسمها دي ال تي، في انواع اسمها 3590 3580 تيبس. كل دي تيبس بتكتب بيتكتب عليها الريكوردنجز او الانرجي اللي احنا ريسيفد في الاكوزيشن بالطريقه الديجيتال على التيبس دي، ودي زي ما قلت في بدايه الكلام ماجنتيك تيبس بتتكتب بالماجنتايزيشن عليها. تمام، دي شكل الفيلد تيبس. طيب لو انا جيت عشان اوضح لكم الصوره بقى اللي انا لسه بقولها دلوقتي، احنا وصلنا من ديجيتس لانالوج او تريسز ازاي. شكل الداتا لو انا عملت ضم للتيبس اللي انتم شايفينها دي هتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه، عباره عن ارقام. ده اللي كنت بقول لكم امبارح وبعرفه لكم النهارده اهو، ده الباينري سيستم نمبرز، او دي هي الفورمات اللي مكتوب بيها السايزميك ريفليكشنز. تخيل السايزميك ريفليكشنز اللي هي راجعه من تحت الارض ومتسجله في الريسيفرز اتحولت الى الفورمات اللي انتم شايفينها قدامكم دي. تمام، فده كده هي مالتيبلكس دلوقتي، انا اعمل لها دي مالتيبلكسنج يعني عشان ارجعها تاني لشكل السايزميك ريكورد اللي هو الشكل الانالوج اللي بيبقى فيه التريسز اللي بقدر اعرف منها فين النويزز وفين الريفليكشنز، واقدر اعرف عدد الريسيفرز كانوا قد ايه، واقدر اجمعهم في ديفرنت جازرز، يعني مره اجمعهم للكومن سورس، مره اجمعهم للكومن ميد بوينت، مره اعمل لهم الكوركشنز اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. تمام، فدي دي مالتيبلكسنج. يبقى دي مالتيبلكسنج هتحول الداتا من الفيلد فورمات الى البروسيسنج سوفت وير فورمات، وكمان عشان تظهر عندي من ديجيتس تبقى انالوج، يعني تبقى تظهر عندي بلوت اللي احنا شايفينه ده، بلوتنج، عمليه بلوتنج يعني، واحنا شايفينه على السكرين، بس كنا زمان الكلام ده بنطبعه بيبقى مطبوع على ورق عشان كده بنسميه بلوت. اوكي، كمان عشان اقرب لكم الصوره اكتر نفهم موضوع الفيلد فورمات، عشان حد كان بيسال عنها امبارح. الفيلد فورمات الداتا بتبقى سورتنج فيها او بتتكتب باي سامبلنج تايم، يعني انا بسجل مثلا عاوز اسجل 10 سكندز، يعني انا السورس هيخرج الانرجي وبعدين هخلي الريسيفر تتسجل حوالي 10 سكندز. تمام، طيب هكتب ازاي 10 سكندز؟ هل هستنى لما ال 10 سكندز كلها تخلص وبعدين ابتدي اكتبها على الماجنتيك تيب، ولا اكتب اول سكند وبعدين ثاني سكند وبعدين ثالث سكند؟ طبعا بكتب اول سكند ثاني سكند ثالث سكند لكل الريسيفرز اللي عندي، فده معناه ان هي بتبقى سورتد بالداتا سامبلز. يعني لو زي ما احنا شايفين كده ادي تريس 1 واخد منه سامبل 1 بيكتب جنبها على طول تريس 2 سامبل 2، بيكتب بعدها تريس لغايه تريس ان سامبل ان او وات ايفر. اوكي، طيب لكن في البروسيسنج سوفت وير فورمات انا عايز اشوفها شكل التريسز بقى، يعني عاوز اجيب كل السامبلز هي بتاعت التريس الاولاني تحت بعض، كل السامبلز بتاعت التريس الثاني تحت بعض اند سو اون. هو يعني ايه سامبل؟ انت بتقول لنا سامبل، يعني ايه سامبل؟ احنا لما بنيجي نسجل الداتا بتاعتنا ما بنسجلهاش كونتينوس، بنسجلها افري كونستانت تايم، يعني مثلا كل 1 مللي سكند ناخد قرايه، كل 2 مللي سكند ناخد قرايه، دي اسمها السامبل او السامبل ريت، ال 1 مللي سكند او 2 مللي سكند هي دي السامبل ريت. تمام، يبقى الداتا بتاعت السايزميك عندي دايما بتبقى مكتوبه ان سامبلز. تمام، لان انا بكتب او كل يعني زي، ودي وده جزء من المالتيبلكسنج، ان انا ما بكتبش الداتا كونتينوس او ما بعملش ريكوردنج للداتا كونتينوس، باخد او بسجل كل كونستانت تايم بيريود، مثلا كل 1 مللي سكند كل 2 مللي سكند زي ما انا لسه قايل. طيب انا لما هرجع اجي بقى اروح السوفت وير فورمات او اعمل دي مالتيبلكسنج، يبقى انا هبتدي ارص بمعنى يعني بسيط السامبلز كلها بتاعت التريس الاولاني تحت بعض عشان تبقى الرسمه دي يا اولاد، عشان تبقى الرسمه دي عشان نتصور الكلام ده. اللي تحت ده اللي هو الارقام ده هو دي الفيلد فورمات، مكتوبه كده التريس الاولاني السامبل الاولاني بتاع التريس الاولاني، جنبه السامبل الاولاني بتاع التريس الثاني ان سو اون، وبعديهم ندخل السامبل 2 بتاع التريس الاولاني وسامبل 2 بتاع التريس الثاني ان سو اون.
عشان ارص كل السامبلز تحت بعض عشان تطلع اللي هو الشكل اللي انتم شايفينه ده. هو ده الدي مالتيبلكسنج اللي انا عايز افهمه لكم او اقربه لكم بالشكل ده. البروسيسنج سوفت وير يبقى الداتا هتبقى سورتد باي تريسز اهو، يعني تريس 1 سامبل 1، تريس 1 سامبل 2، لغايه تريس 1 سامبل ان اند سو اون، والتريس الثاني اللي بعديه وهكذا. تمام؟ طيب يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ لو انا عندي الريسيفرز بالشكل اللي انتم شايفينه ده، الله اعظم عز وجل، الله اكبر الله. لو انا عندي ريسيفرز بالشكل اللي انتم شايفينه ده، فاو هاخد اول سامبل من عند التريس الاولاني اللي هو واحد، تمام؟ يتكتب بقى ديجيتس زي ما انتم شايفين كده 0 1 1 1. ده هو ده الباينري سيستم، بيتكتب كده كباينري سيستم. اللي هو لو رجعنا للسلايد اللي قبل كده اللي احنا اللي مكتوبه تحت ارقام، زي ما قلت لكم دي الفورمات، تمام؟ فبعدين سامبل 2 تتحول لباينري سيستم، لباينري نمبرز، تمام؟ وبعدين لما اجي بقى في البروسيسنج، اما اجي احول بقى الداتا اعملها دي مالتيبلكسنج، خلاص يبقى كل ريسيفر من دول كان عنده تريس، فعندي تريس واحد من واحد لسته، عدد الريسيفرز اللي فوق اللي انتم شايفينها فوق. هبتدي ارص بقى السامبلز بتاعتي كده، ده عندي تو واي تايم كذا، عندي تو واي تايم كذا، وابتدي يطلع عندي التريس في الاخر. التريس ده جاي من الارقام دي، يبقى الارقام اللي هي الديجيتس دي، ده هي دي الفيلد فورمات او المالتيبلكس الداتا. لما اعملها دي مالتيبلكس معناها ان انا احولها لشكل الانالوج اللي هو شكل التريسز وشكل الويفز و للبروسيسنج سوفت وير فورمات. طيب خلاص احنا خلاص عملنا دي مالتيبلكسنج والداتا اتحولت عندي من ديجيتس او من فيلد فورمات الى سايزميك بلوتس، شايف تريسز بقى قدامي، كل ريكورد اللي هي فيها عدد من التريسز الثابت اللي هو بتاع السبريد اللي قلنا عليه امبارح موجوده قدامي. هبتدي ابص عليها على السكرين كده قدامي او على ورق لو انا طلعتها، وابتدي ابص على التريسز. انتوا عارفين ان الخطوط الرئيسيه دي هي التريسز. طب انا هسيبكم تبصوا كده وتشوفوا هل كل التريسز متجانسه ولا في تريسز شكلها مختلف شويه؟ في تريسز مختلفه، اود تريسز، تريسز شكلها مختلف عن بقيه الريكورد كلها اللي هم دول. دول بنسميهم باد تريسز، والباد تريسز دول بيجوا من بسبب حاجات كتيره جدا يعني في الاكوزيشن. تمام؟ لكن دول باد تريسز لان هم اود، شكلهم مختلف عن بقيه التريسز اللي حواليهم. التريسز اللي حواليهم فيهم ريفليكتور زي ما انتم شايفين كده اللي هي السوداء، البيكس السوداء دي والترافس، لكن دول ما فيهمش، شكلهم مختلف. فاول خطوه في البروسيسنج بعد الدي مالتيبلكسنج ان انا اعمل تريس اديتنج. يعني ايه تريس اديتنج؟ يعني اعمل ريموفال للتريسز او للباد تريسز اللي هي دو نوت كونتين جيولوجيكال انفورميشن. طب انت عرفت منين ان ما فيهاش جيولوجيكال انفورميشن؟ لما ما فيهاش الريفليكتور زي اللي انت شايفها. شوف الريفليكتورز السوداء اللي هي فوق مايله قريبين جدا من بعض اهو، دي ريفليكتورز ودي ريفليكتورز. هل دول فيهم الريفليكتورز؟ لا، ما فيهمش ريفليكتورز. تمام؟ يبقى تريس اديتنج معناها ان انا هبتدي بقى ايه؟ اريموف الباد تريسز دي. يبقى انا كده الرسمه اللي انتم شايفينها قدامكم دي فيها سيجنال وفيها النويزز، النويزز اللي هي ايه هنا؟ الباد تريسز. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ يعني اشيل الباد تريسز دي، اعمل لهم ايديت، يعني كاني بضربهم في زيرو بالظبط، ما بقى لهمش قيمه خالص. تمام؟ يبقى الرسمه اللي لقيتكم اليمين دي اللي هي افتر تريس ايديتنج اصبح فيها نسبه النويزز ايه؟ اقل، يعني انا هنا انكريزد سيجنال تو نويز ريشيو، صح؟ يبقى انا هنا ادي خطوه بروسيسنج وعملت بيوريفاينج للداتا ان انا شلت منها الباد تريسز زي ما انتم شايفين كده. ادي خطوه من خطوات البروسيسنج الرئيسيه الحقيقه. رئيسيه جدا رغم ان هي بسيطه زي ما انتم شايفين كده، ولكن المفروض ان احنا لازم نبص على الداتا بتاعتنا ونبتدي نشوف فين الباد تريسز ونشيلها. طيب الموضوع ده سهل قوي دلوقتي زي ما انتم شايفين قدامي في الاكزامبل عشان نفهمه، لكن طب افرض انا عندي 3 دي داتا، حجم كبير جدا من الداتا، ازاي هقعد ابص على كل تريس عشان اشوفه باد ولا كويس؟ لا، انا ممكن اقدر احسب الامبليتيود، يعني ايه الانرجي اللي موجوده في كل تريس من دول اللي هم الباد، واعمل اوتوماتيك اديتنج. يعني السوفت وير بروسيسنج بتاعي اقول له لو لقيت التريس في امبليتيود اقل من كذا امسحه،
او شيله، يعني اعمل له ايديت او اعلى من كذا، لو هو الفاليو اعلى من المعتاد يشيله. فانا ممكن اعمل ايديتنج اوتوماتيكالي، ولكن بنصحكم دايما كل حاجه مانوال بتخليني افهم السبجكت بتاعتي واقدر اطلع نتائج اعلى. يبقى انا حتى لو استخدمت الاوتو ايديتنج لازم ارجع ابص على الداتا بتاعتي بسرعه كده واشوف هل ستيل في باد تريسز ولا لا. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الدي مالتي بليكسنج اول خطوه، البروسيسنج شرحناها النهارده، وتاني خطوه كانت التريس ايديتنج. طيب يلا نكمل. في حاجه بعد كده اسمها تريس ميوتنج. يبقى انا هعمل ميوت للداتا اللي طبعا اكيد للانوانتد داتا اللي هي النويزز. تعالوا نشوف التريس ميوتنج ده بيعمل ايه. لو انا عندي جذرز زي ما انتم شايفين كده، انا عندي هنا كام جذر او كام ريكورد. ما اسمها جذر ليه؟ لان جذرز التريسز الكومن تريسز مع بعضها. تمام، عندي كام واحده كده من فضلكم شوفوا، 1 2 3 4 5 6، عندي 6 جذرز. تمام، يعني دول لو فيلد جذرز، يعني فيلد يعني ايه؟ يعني زي اللي انا سجلتهم في الفيلد، هيبقى دول تبع 6 سورسز. سورس النت انرجي وتسجل على الريسيفرز بتاعته، وتحرك النت انرجي تاني وتسجل على الريسيفرز اند سو اون. طبعا لو احنا بصينا هنا، لو انتوا افتكرتوا امبارح واحنا بنتكلم، لما حد كمان سال ايفن بعد ما خلصنا التوك وقال هي فين الريفراكشن وفين الريفليكشن، تمام، فاحنا قلنا ان الريفراكشن بتبقى فوق هنا كده، تمام، وقلنا ان دي بالنسبه لنا النويزز، لان احنا بنشتغل سايزميك ريفليكشن، فالمفروض ان انا اشيل الداتا دي. فعايز اشيلها اعمل ايه؟ البروجرام اللي هو بتاع التريس ميوتنج بيعمل ايه؟ بيديني الاوبورتونيتي ان انا ارسم خط كده تحت الداتا اللي انا مش عايزها، ارسم خط تحت الداتا اللي انا مش عايزها، واقول للسوفت وير كل الانرجي اللي موجوده اباف الخط الاحمر ده اضربها في زيرو او اعمل لها ميوت، يعني طيرها من الداتا. ادي شكل الريكورد. يبقى انا هنا شلت النويزز اللي فوق اللي هي دايركت ارايفلز وريفراكشن وبعض الشالو نويزز، مجرد ان انا برسم خط بايدي كده. طبعا يعني اي خط؟ لا طبعا مش اي خط، لازم ابقى فاهم فين النويزز اصلا اللي انا عايز اشيلها. تمام، ولازم في الجزء الشالو خالص، لو انا عندي ووتر بوتوم ما اشيلهوش. انا طبعا بفتح كلام، ممكن يبقى الناس منكم بسيط وممكن يبقى الناس كبير، عشان كده احنا نفتح وقت المفروض كبير للاسئله في الاخر. تمام، فده بنسميه توب ميوت. ايه يعني؟ انا لو قلت للسوفت وير شيل لي كل الانرجي اللي تحت الخط الاحمر، هيشيل كل اللي تحتها، هيبقى اسمه بوتوم ميوت ساعتها. تمام، بس مش ده اللي انا بعمله، يعني ده ليه قواعد خاصه يعني. فده التوب ميوت ده بنستخدمه، ده اسمه التريس ميوتنج. تمام، طب ليه ما استخدمش التريس ايديتنج هنا؟ نفكر ثواني كده، ليه ما استخدمش التريس ايديتنج هنا؟ لان انا عايز اشيل جزء من الداتا بس، الجزء الاعلى من الداتا. لكن لو انا عايز اشيل الريكورد كامله كنت استخدمت التريس ايديتنج، كنت شلت، ممكن اشيل الريكورد بحالها لو هي باد ريكورد مش باد تريس بس. تمام، لكن انا عايز اشيل جزء معين من الداتا اللي انا شايف ان هو فيه نويز، فده اسمه التريس ميوتنج. بعد كده احنا اتكلمنا في الفلو اللي انا كنت بكلمكم عنه امبارح، عن الجيومتري، وقلنا ان انا بستخدم النافيجيشن داتا مع السبريد او بتاع او الجيومتري بتاعت علاقه السورس بالريسيفرز اللي حواليه، وبدخلها جوه الداتا بيز بتاع السوفت وير عشان اقدر اعرف كل سورس كان معاه ويتش ريسيفرز، واقدر اعرف الكومن ميد بوينت اللي في السب سيرفيس جايه من اي سورس ومسجله عند انهي ريسيفرز. تمام، فانا في الجيومتري كاني برسم بالظبط، كاني برسم للسوفت وير رسمه الاكوزيشن بتاعتي في الفيلد. تمام، وفيها طبعا لما قلنا نافيجيشن، كلمه نافيجيشن هتبقى فيها ارتفاعات منخفضات، وفيها الاكس والواي جيوغرافيك لوكيشن. يبقى انا هعملها عشان اقدر اديترمن في الجيومتري السورس اند ريسيفر بوزيشن،
الداتا ميجر الداتا يعني الاكواير الداتا يعني ريكورد الداتا، واقدر اعمل كالكوليشن للسي ام بي بوزيشن. سي ام بي اللي هي الكومن ميد بوينت هنتكلم عنها حالا فهموها بشكل اكتر، تمام. او لو انا بعمل 3 دي هيبقى اسمها بنز، اعمل سبيسيفاي للبنز، يعني البن ده بيبقى اريا جواها السي ام بي بالنسبه لل 3 دي، لكن في ال 2 دي بيبقى في سي ام بي واحده على خط واحد، تمام. طيب يعني مثلا ده بالنسبه لل 3 دي، هيبقى لو انا عندي اللاينز فوق كده ده على السيرفس، السب سيرفس المربعات اللي انت شايفينها دي بنسميها بنز، تمام. فهنا النقطه اللي في النص دي عشان كده اسمها ميد في النص، وكومن لانها جايه يعني نفس النقطه اتغطت اكتر من مره. شايفين الريز دي، الريز دي جايه من سورسز مختلفه ومن ريسيفرز متسجله عند ريسيفرز مختلفه موجوده في البن اللي تحت ده، كلمه بن، تمام. طيب من اخطر الخطوات، فاكرين كنت قلت لكم ان الخطوات بتاعه البروسيسنج في بعضها بنستخدمه للكوركشنز، تمام. احنا هنتكلم على تو مين كوركشنز النهارده في البروسيسنج، اول واحد منهم اسمه الستاتيك كوركشنز والثاني اسمه الدايناميك كوركشنز، تمام. قلت بصوا قلت ايه ستاتيك كوركشنز وقلت دايناميك كوركشن، اوكي، لان الستاتيك كوركشنز سيت اوف كوركشنز ممكن توصل لاربعه كوركشنز. كلمه ستاتيك معناها ان هي ثابته، حاجه ثابته، يعني بطبق شيفت ثابت على الداتا بتاعتي، بطبق شيفت ثابت على الداتا بتاعتي. طب الشيفت ده ليه؟ لو انت تخيلت ان انت بتعمل سبق جري، يعني او انت مشترك في سبق جري، مش المفروض ان خط البدايه وخط النهايه يبقى ذا سيم لكل المتسابقين؟ طبعا ده الفير. طيب احنا في السايزميك خط البدايه والنهايه بتاعنا هو السيرفس، لان الانرجي بتنزل من السيرفس تحت الارض وبروباجيت باك او ريفلكت باك للسيرفس، كويس. طب هل سطح الارض كله مستوي؟ لا طبعا، في جبال، في هضاب، في بلين، تمام، وفي كمان يعني حفر، تمام، في لو لاند، اوكي. طيب يبقى انا لو بعمل سايزميك داتا دلوقتي على ارض فيها الريجوزيتي اللي انا بتكلم عنها او التوبوجرافي اللي انا بتكلم عنها ده، يبقى خط البدايه والنهايه ما بقاش واحد، وانا بسجل السايزميك داتا بتاعتي ان تايم، ان تو واي تايم. فطبعا لو انا عندي تخيل ريفليكتور، تمام، واحد وانا بسجله من عند السطح، مره من فوق جبل ومره من عند سهل تحت، هل هتاخد نفس الوقت؟ طبعا من فوق الجبل هتاخد وقت اطول، صح؟ عشان كده انا بعمل ستاتيك كوركشن، لازم اشوف هو مشي قد اكتر قد ايه كارتفاع وكنعرق في فيلوسيتي او وات ايفر، وابتدي اكمبنسيت على اساس ان هما الاثنين كاني بعمل لهم ريفرنس لداتم واحد، يعني كان الاثنين اتسجلوا اتشاطوا وتسجلوا من عند نفس النقطه. طيب تعالوا نشوف الكلام ده ايه معناه او ايه تاثيره على الداتا. لو انا شايف الرسمه اللي لقيتكم الشمال كده الحمراء اللي هي الاحمر في رمادي، تمام، شايفين الاسهم السوداء بتوريكم ان في الريفليكشنز ده في كسور، صح؟ الريفليكشن الاحمر ده، الريفليكتور الاحمر ده متكسر، صح؟ متكسر يعني ايه في الجيولوجيا يا شباب؟ يعني فولتد، صح؟ يعني في فولتس هنا، يعني هنا السايزميك داتا دي مبينه ان انا عندي فولتس. بصوا عند رؤوس الاسهم تحسوا انه الريفليكتورز مكسوره، في فولتس. طيب بصوا كمان على اللي هو الجراي سكيل سايزميك سيكشن اللي لقيتكم اليمين، شايفين التو بار ريفليكتور السود دول، هل هم كونتينوس ولا مكسرين؟ صح، مكسرين. مكسرين يعني ايه في الجيولوجيا؟ يعني فولتد، تمام. الحقيقه يا اولاد ان الكلام ده مش صحيح، ده دي سايزميك داتا مش متطبق عليها ستاتيك كوركشنز، لكن لو طبقت ستاتيك كوركشنز بص ايه اللي حصل؟ ها، الانتكلاين الريفليكتورز بقت فيري سموث مش مكسوره، والتو بارلل ريفليكتورز اللي في الجراي سكيل ستاك سيكشن برضه كونتينوس مكسورين. يعني اذا لو انا ديد نوت تيك انتو كونسيدريشن
فرق الارتفاعات او اختلاف الفيلوسيتي بتاعت الويزرنج لاير، الفيلوسيتي بتاعت الساوند بروباجيشن. الويزرنج لاير تمام، يبقى هشوف فيك ستراكشرز تحت الارض، هشوف فيك ستراكشرز تحت الارض، يعني انريال ستراكشرز تحت الارض. شفتوا يعني اهميه البروسيسنج قد ايه؟ اهميه البروسيسنج ان انت تطلع الريال سبسيرفيس جيولوجي. لان لو عملت لو الداتا اللي عندي اتعمل لها بروسيسنج من غير الستاتيك كوركشنز مثلا، يبقى هحط فولتس وهفتكر ان انا عندي ترابس، وهفتكر ان انا عندي تكتونكس مختلفه عن الحقيقه، يبقى انا بحط اجين فيك ستراكشرز السبسيرفيس هي اصلا مش موجوده. تمام، يبقى الكسور اللي احنا شايفينها في التو سيكشنز اللي فوق دول سبب يا اما اختلاف في الاليفيشن بتاعت السورسز والريسيفرز، تمام، يا اما اختلاف في الويزرنج لاير اللي هي الطبقه الويزر اللي على سطح الارض يعني. تمام، احيانا بيبقى فيها ميه واحيانا بيبقى فيها هواء، فبيختلف سرعه الساوند ويف اللي هي الانرجي اللي احنا بنستخدمها لما تنزل فيها وتطلع منها تاني عند السطح. تمام، فانا لازم اصلح الاستاتيك، اعمل استاتيك كوركشن. يبقى الستاتيك كوركشن انا كومبنسيت الفرق في الاليفيشن او اختلاف الفيلوسيتي في الويزرنج لاير او اختلاف السيكنس بتاعت النير سيرفيس لاير اللي هي الويزرنج لاير. يعني النير سيرفيس لاير او الويزرنج لاير دي بتاثر بطريقتين على السيزمك داتا، من ناحيه الفيلوسيتي بتاعتها ومن ناحيه السيكنس بتاعتها. يبقى انا الستاتيك كوركشنز كومبنسيت فور ديفرنسز ان اليفيشن، difference in velocity of weathering layer, difference in thickness of weathering layer, and refer the data to a datum. بعمل reference seismic data بتاعتي كلها لداتم اللي هو هيجي على دماغ كتير منكم اللي هو المين سي ليفل، ده اشهر داتم. تمام، عشان كده قلت لكم static A corrections مش واحده بس. هنيجي بعد كده لكوركشن تاني اسمه الامبليتيود كوركشن. الامبليتيود اللي هو هاو ذا داتا ابيرز بالنسبه لي على البلوت او على السكرين. عارفين الامبليتيود هو الها يعني الماكسيمم هاي بتاع البيك او الترف بتاعه الويف. طيب تعالوا نشوف، يعني عندنا كذا نوع من الامبليتيود كوركشن. لو انت بصيتوا للريكورد دي، ادي كومن شوت جاذر. تمام، بعد الدي مالتيبلكسنج على طول، يعني جاست انا عامل دي مالتيبلكسنج. والحقيقه ده هو اللي بيحصل، ان انا بعد ما بعمل دي مالتيبلكسنج للداتا، الداتا بتظهر كده. هو في داتا؟ انتوا دلوقتي عايزين تسالوني هو فين الداتا اصلا؟ لا، انت شايف الجزء اللي هو غامق فوق ده؟ احنا اتفقنا ان ده بلوت للسيزمك داتا، كل تريس من دول بلوت عند الريسيفر. تمام، فالبلوتنج احنا قلنا فيه بيكس وترف، انا ممكن الون البيكس اسود مثلا، ممكن لو طرف ابيض. تمام، فالاسود ده هو الانرجي، كل الانرجي كونسنتريتد عند الشالو بارت او الايرليير تايم بتاع الريكورد بتاعي. تمام، ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا ان كل ما هبعد عن السورس، تمام، كل ما الانرجي بتاعتي هيحصل لها ديكي، كل ما هنزل ديبر كل ما الانرجي بتاعتي هيحصل لها ديكي. تخيل ان انت ابتديت تجري، بتجري مثلا مسافه كيلو، هل سرعتك في اول الكيلو زي ما توصل نهايته؟ لا، في الاخر ممكن تكون بتمشي خطوه بالعافيه. تمام، فالانرجي بيحصل لها ديكي، دي حاجه ناتشرال. طيب، يبقى اذا الانرجي بتبقى كونسنتريتد عند الشالور بارت بتاع الريكورد اللي هو كورسبوندنج للايرلي تايم، لان احنا بنسجل ان تايم هنا، وبقيه الانرجي بيحصل لها ديكي، فما بقدرش اشوف الداتا تحت. اوكي؟ طيب، بعمل كوركشن اسمه سفيريكال دايفرجن كوركشن. وانس ان انا اعمل سفيريكال دايفرجن كوركشن هيديني الداتا هيحصل لها ريديستربيوشن زي ما انتم شايفين كده، ابتدى يظهر ريفليكتورز عندي، ابتدت تظهر هنا. تمام، ابتدت تظهر ريفليكتورز هنا. وانا عملت هنا جين ريكفري او عملت سفيريكال دايفرجن، ده نوع من انواع الكوركشن. تمام، طيب، كويس قوي، بس شكل الداتا كده مش بالانسد، صح؟ يعني ستيل في جزء غامق وهنا فاتح، غامق دم غامق دم. يبقى هو مش بالانسد،
مش بالانسد. ليه؟ لانه اللي انا عملته هنا ان انا عملت ريديستريبيوشن، لان انا فاهم ان كل ما ببعد عن السورس الانرجي بتمشي ان سفير، والسفير ده الراديوس بتاعه بيكبر فبتقل الانرجي، فانا حسبت ازاي ارجع الانرجي دي على الداتا بتاعتي. طيب كويس، لكن كمان لو انا عايز اعمل بالانسنج اكتر للداتا، مش هيبقى كوركشن بقى، يعني هبتدي اعمل اوتوماتيك جين كنترول. يعني ايه اوتوماتيك جين كنترول؟ طب انتوا شايفين الداتا اللي قدامكم دي دلوقتي برضو حاسين ان الريفليكشنز متركزه فوق، صح؟ متركزه فوق، جميل جدا. طب انا هسالكم سؤال قبل ما اكمل، ايه الفرق بين الريكورد دي والريكورد دي؟ الريكورد دي من فوق دي عامله زي الثمانيه، لان ده اللي بنسميه سبليت سبريد جيومتري، بيبقى السورس في النص والريسيفرز على ناحيه اليمين وناحيه الشمال منه، وده مصر بيبقى في اللان، لكن ده بنسميه اوف اند، فالسورس على ايدكم الشمال فوق تمام، والريسيفرز على ايدكم اليمين بيبان بالشكل اللي انتم شايفينه. طيب الانرجي هنا ستيل كونسنتريتد في الجزء الشالو ده، ومين اللي كان بيسال على الريفلكتور؟ الريفلكتور واضح جدا ان هو قد ايه شكل الهايبربوليك شيب اهو، ده معنى كلمه هايبربوليك اهو، بصوا زي القرش كده زي القوس كده، ده هايبربولا تمام، فدي الداتا، ولكن انا مش قادر اشوف الداتا هنا تحت. هل انت عملت ده كوركشن؟ انا عملت له كوركشن بس بان الجزء ده بس ما بانش الجزء الثاني. طب يبقى نعمل له امبليتيود كوركشن بشكل اكتر، نعمل اوتوماتيك جين كنترول. بصوا الداتا بقت عامله ازاي، واضحه اهي من فوق لغايه تحت. طيب ممكن نشوفها بشكل احسن، ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ يبقى انا بقدر اتحكم في الامبليتيود بتاع الداتا عشان اقدر اشوفها بعيني احسن. ليه؟ ايه الهدف؟ ان اقدر افرق بين السيجنال والنويز، او اقدر اعمل انتربريتيشن بشكل احسن تمام، يعني اقدر احدد فين الريفليكتورز بتاعتي اللي موجوده عندي. ايه ده؟ اوتوماتيك جين كنترول. في كمان حاجه اسمها تريس بالانسنج تمام. لو انا عندي الريكورد دي، الريكورد دي ايه؟ متطبق عليها ايه بقى من فضلكم؟ ايوه جاست دي مالتيبلكسنج. ليه جاست دي مالتيبلكسنج؟ لان الانرجي كلها كونسنتريتد فين؟ الجزء اللي قريب من السورس هنا عند الايرليير تايم او الشالو بارت بتاع الريكورد، صح؟ كويس، لازم اعمل لها كوركشن. ادي السفيريكال دايفرجنس وادي بعد البالانس تمام. شوفوا البالانس عمل بالانس السيجنال اهي الهايبربوليك اللي هي شبه فلات او شكل الهايبربول اللي انا قلتها لكم هناك، ودي نويزز خلاص طالما ما هياش هايبربول هتبقى ايه؟ نويزز. ادي النويزز اللي احنا شلناها بالميوت، فاكرين التريس ميوت؟ شلنا بيه الجزء ده لو تفتكروا، شلنا بيه الجزء ده. ده هنشوف له نوع تاني من البروسيسنج ستيبس اللي اقدر اتاك بيها اللينير نويزز دي عشان اللي تحت هو اللي يبان تمام. طيب ليتس كونتينيو. دي ريكورد تمام، هنلاقي فيها كل الفريكونسيز، يعني ده شكل اللو فريكونسي يبقى متباعد كده، ده مثلا بتاع نوع من النويز اسمه جراوند رول، ده مثلا هاي فريكونسي لانه جنب بعضه متردد قريب قوي من بعضه تمام. طيب يبقى انا اقدر كمان اعمل فريكونسي فلتر، يعني افصل بقى اللو فريكونسي عن الهاي فريكونسي، لان انا اللي انا شايفه هنا لو فريكونسي جراوند رول صح، والهاي فريكونسي هاي فريكونسي نويز، يبقى انا مش شايف الريفليكتورز اللي تحت. طب يعني انا اقدر اعمل فلترنج للداتا بيزد اون ذا فريكونسي اوف ذا داتا. اوكي شايفين الداتا دي، عشان اعمل فريكونسي فلتر امبارح انا قلت لكم لما اديتكم الاكزامبل بتاع الميه، قلت لكم ان الميه ممكن اشوفها في كذا ستيت، اللي هي الليكويد ستيت زي ما بنشربها، او سوليد ستيت زي التلج، او جاشيس ستيت زي الفيبر او فيبر ستيت يعني تمام، تبقى جاهز. كمان قلنا ان السيزميك داتا بنحولها لدومينز مختلفه عشان اقدر افرق بين السيجنال والنويز. فانا عشان افرق الاكزامبل اللي قلت لكم اللي فات ده اللي فيه له
اللي فيه لو فريكونسي نويز وهاي فريكونسي نويز، عايز اشيل النويزز دي عشان يبان عندي الريفليكتورز. ففي عالم زيكم اسمه فورير، فورير ده قال انا ممكن اخد السيزمك داتا بتاعتك دي اللي هي تايم دومين. تايم دومين يعني ايه بقى؟ ها عشان تعرف يعني ايه دومين. تايم دومين يعني مرسومه في التايم، يعني الاكسس ده تايم، تمام؟ فاخدها في هي في التايم دومين ده وابتدي احولها الى فريكونسي دومين. الفريكونسي دومين هتقدر تشوف الديفرنت فريكونسيز بتاعت الداتا، ده اسمه فورورد فورير ترانسفورم. قال تعمل هناك الفلتر اللي انت عايزه، تشيل الفريكونسي اللي انت مش عايزه، وكمان ارجعك بالانفيرس فورير ترانسفورم تاني للتايم دومين، هتلاقي الداتا رجعت من غير النويزز. فمثلا ادي الفريكونسي دومين، شوفوا بقى الفرق في الرسمه. رسمه التايم دومين تريس زي ما انتم شايفين هي اللي احنا قاعدين نحكي فيها بقى لنا ده تالت يوم، وبيكس وترافس وشكل الويف والكلام ده والكونفوليوشن اند سو اون. لكن لما بروح الفريكونسي دومين تبقى جرافس زي ما انتم شايفين كده، جرافس. اوكي، اقدر في الجراف ده اخد الجزء الاحمر ده بس، يعني اعلم عليها كده تبقى اسمها لو باس. ممكن اخد الجزء الاعلى يبقى اسمها هاي باس. يعني خد الخط الاحمر اللي انا عامله ده حطه على الرسمه اللي فوق دي. دي يعني انا لو قلت لا انا هاخد دول بس كده، يبقى انا بعمل هشيل كل دول، يبقى انا بعمل لو باس، باخد اللو فريكونسي بس. لو انا خدت اللي فوق دول وسبت دول يبقى انا بعمل هاي باس. او اخد باند باس، يعني اشيل جزء من اللو فريكونسي وجزء من الهاي فريكونسي وارجع للتايم دومين بالباقي، او اعمل نوتش فلتر لو عندي جزء في النص بس هو اللي انا عايز اشيل. طيب تعالوا نشوف اكزامبلز عشان نفهم القصه. لو انا عندي سايزمك داتا زي ما انتم شايفينها كده، تمام، ادي ريفليكتورز اهي كويسه معموله امبلتيود كوركشنز وكل حاجه، وشايفين الريفليكتورز كلها زي ما انتم شايفين قدامكم كده، تمام. ده قبل وده بعد، طبعا اللي فوق قبل على ايدكم الشمال وبعد على ايدكم اليمين، حاسين ان في حاجات اختفت صح؟ زي ايه؟ شايفين دي اختفت هنا، يبقى انا شلت الهاي فريكونسي اللي هنا ده اختفى هنا. شايفين الريكورد سبيس فريد دي؟ شايفين ده؟ هادي الجراوند رول اللي انا كنت بقول لكم عليه. بص بعد الفلتر اتشالت ازاي وبان الريفليكتورز كونتينوس ازاي. كمان اكزامبل شايفين ده بيفور فريكونسي فلتر، ده افتر. شايفين شلنا هاي نويزز ازاي هنا بقت هنا، تمام. شايفين ده اب اللي فوق ده اب ده اب وده بعد، تمام. ده شايفين قدرنا نشوف هنا الهاي فريكونسي، هنا عملنا زي هاي باس يعني شلنا اللو فريكونسي، قدرنا نشوف الداتا. ده فلتر، بصوا بنشيل يعني، يمكن دي اكتر واحده تبين لكم ان انت شلت نويزز هنا، ده اب وده اب، تمام. ده الفريكونسي فلتر ببساطه. هنيجي لخطوه ثانيه ريليتد للفلتر، هي انفيرس فلترنج اللي هي الدي كونفوليوشن. واحنا اتفقنا ان كلمه دي لما يبقى في دي ايه بعكس الكونفوليوشن. امبارح واول امبارح اتكلمنا على الكونفوليوشن، قلنا هي الويفلت اللي نازله، اللي هي الويفلت يعني الويف اللي شايله الساوند انرجي نازله بيها لتحت وراجع بيها لفوق، بتختلط مع او تكونفولف مع الريفليكشن كوفيشن، تمام. يبقى انا اما اعمل بقى عكس الكلام ده، دي كونفوليوشن، يبقى انا عايز اشيل الايفكت بتاع الويفلت دي، واللي بقى عندي مين؟ الريفليكشن كوفيشن، عشان اقدر اعرف فين الباوندري بتاع الروك يونتس بتاعتي، تمام. لو انا عملت كده يبقى انا بعمل سايزميك انفيرجن، تمام. ولكن في البروسيسنج بنعمل ايه؟ بنحاول نضغط الويفلت، شكل الويفلت بحيث انها تبان شكل السبايك، فتبان كانها ريفليكشن كوفيشن، او اشيل بيها بعض الريفربريشن او اللي بنسميها شورت بيريد مالتيبلز، هكلمكم عنها بعد شويه. انتوا لو بصيتوا على السكشن ده، بصوا عليه، ده سايزميك سكشن اهو، في فلات ليرنج كتير وفي نويزز كتير اهي في الجزء ده. شايفين الريفليكتورز دي متقطعه ازاي؟ تمام؟ طيب بعد الدي كونفوليوشن شايفين بقت شارب ازاي؟ شارب وكونتينيوس، تمام؟ لان زي ما قلت لكم هي كومبريسد شكل الويف، فاصبح شكلها زي ريفليكشن كوفيشنت، هي بقت ستريت كده رفيعه يعني شارب واضحه،
تمام، وكل النويزز اللي هنا دي راحت ضاعت. احنا شايفين دول بقوا هنا عاملين ازاي، هتلاقوا ان في ريفليكتور زي ده مش موجود، في ريفليكتور تاني مش موجود. يعني دي كونفولوشن من الخطوات العظيمه جدا في البروسيسنج واللي لها تاثير كبير جدا على الداتا. فدي شوف الداتا دي بنسميها انهانسد، الداتا يعني حصل لها انهانسمنت، زادت السيجنال تو نويز ريشيو، لان هنا في كانت نويزز كتيره اتشالت ما بقتش موجوده هنا. ما حدش فكر فيها زي الفلتر، ده مش الفلتر تمام، لان ممكن حد يشوف دي ما بقتش موجوده هنا يبقى انا عملت فلتر. لا، ما هو هو الدي كونفولوشن هو اتس فلتر التاب دومين، ف ف ف ولكنه بيشتغل على الويفلت بيخليها اما سبايك، عشان كده في عندي سبايكنج دي كونفولوشن او بريدكتيف دي كونفولوشن. سبايكنج دي كونفولوشن بيكمبريس الويفلت عشان تبقى شكل السبايك، سبايك يعني هو زي ريفليكشن كوفيشن، والبريدكتيف دي كونفولوشن بي جيت ريد اوف ريفر بريشر. طيب تعالوا نكونتينيو عشان احنا اديكم مساحه للاسئله. فاكرين اللينير نويز اللي احنا شفناها وقلت لكم هنشوف بعد كده هنشيلها ازاي؟ اهي ادي الريفليكتورز هنا، الريفليكتورز بتاعتي اهي صح؟ في هنا انرجي ماشيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده اللي عليها الاسهم الحمراء دي بنسميها اللينير نويز. التول بتاعت البروسيسنج اللي بتشيل اللينير نويزز دي اسمها الاف كي فلتر. ففي الاف كي فلتر بحول الداتا للفورير ترانسفورم وارسمها في البلوت اللي انتم شايفينه ده، بيبقى الفريكونسي اجينست الويف نمبر، وبعدين هبتدي اشوف بقى انتم شايفين الحاجات اللي هي الديبنج دي تبان ديبنج كده. هي الحاجات الديبنج اكتر دي تبان ديبنج كده، لكن الريفليكتورز اللي هي فلات بتبقى في النص بس. الرسم ده اللي هو الاف كي بلوت تمام؟ فانا هقوم عامل هعمل ريكتانجل كده عليها او دايره على الحاجات اللي هي في النص، واقول هي دي اللي انا عايزها بس، الباقي كله ارميه، وبعدين ارجع تاني بقى من الفريكونسي دومين الى التايم دومين. تطلع الداتا، راحوا فين اللينير نويزز؟ ضاعت اهي. شايفين الريفليكتورز بانت هنا ازاي؟ طب حد منكم شاطر يقول لي الجزء اللي هو الدم ده، لو انا عايز اظبط الريكورد اللي قدامي ده واقدر اشوف كل الريفليكتور من اولها لاخرها اعمل ايه؟ ايوه، اعمل امبليتيود كوركشن، ممكن اعمل اي جي سي، ممكن اعمل بالانس تمام، بحيث ان انا اريدستريبيوت الريفليكتورز دي واقدر اشوف. طيب تمام، تعالوا نجو بعد كده الحاجه اللي هي المالتيبلز، ودي مشكله مصيبه من مصايب السيزمك داتا. المالتيبلز يا شباب عامله زي الايكو اللي هو صدى الصوت تمام. فانتوا عارفين ان صدى الصوت يعني انا بتكلم اهو، فهي صوت واحد اللي طالع مني، لكن لو حصل صدى صوت معناه ان الصوت بتاعي راح خبط في حته وترد تاني. طب لو ممكن يبقى في صدى صوت مرتين، ممكن يبقى في ثلاثه، فهل لو حصل صدى صوت مرتين او ثلاثه ده معناه ان قدامي اثنين او ثلاثه وولز، حطين او ثلاثه؟ لا، انا قدامي حيطه واحده بس تمام. فده معناه الحطين او ثلاثه دول انا سمعتهم عند تايم ليتر، يبقى لو انا رسمت هيبان ان انا عندي 3 وولز عند ديفرنت تايمز. طب تعالوا نشوفها على السيزميك ده. ده سيزميك سيكشن، ايه رايكم؟ جميل جدا اهو، ريفليكتور حلو قوي، وادي ريفليكتورز التانيين. لا بالعكس، ده فول اوف مالتيبل. يعني ايه مالتيبل؟ يعني الريفليكتور بيتكرر اكتر من مره. افتكروا صدى الصوت بيجي عند الليتر تايم صح؟ فبيترسم عندي عند الليتر تايم لانه صوت، وانا الانرجي كلها بتاعت السيزمك هي صوت. فاللي انتم شايفينه ده، ده اهو الووتر، ده ووتر بوتوم، ده الريفليكتور بتاع الووتر بوتوم. بص متكرر كم مره تحت. المالتيبل اتنيويشن ستيب في السيزمك بروسيسنج، المالتيبلز اتنيويشن ليها ميثودز كتيره جدا يا جماعه، بس المهم الايفكت بتاعها عشان نفهمه دلوقتي، ان انا بقدر اشيل المالتيبلز دي. شايفين راحت فين المالتيبلز؟ اتشالت خالص من الداتا. يبقى المالتيبلز هنا كانت مدياني في الاول فيك ستراكشر، فيك ريفليكتورز. فاكرين الستاتيك كوريكشن كان مديني فيك فولتس، يعني انريال فولتس. هنا في المالتيبلز كانت مدياني انريال ريفليكتورز تمام. في الفولتس صلحتها بالستاتيك كوريكشنز، هنا صلحتها بالمالتيبل اتنيويشن.
يعني عملت امبروفمنت للسيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي، ابتدى يبان عندي بس الريفلكتورز العاديه. حتى بص الريفلكتور بتاع الميه بقى اتنين ازاي؟ بقى واحد ريفلكتور ميه ودي اللاير اللي تحتيه، ما كانتش باينه هنا او باينه خفيف جدا. ده الريفلكتور ده ما كانش واضح لان ده كان ماسكنج فوقيه، ده ما كانش واضح لان ده كان ماسكنج فوقيه وانت صغير. المالتيبلز مهمه جدا. طب هنيجي بعد كده لكوريكشن تاني. فاكرين قلت لكم في تو كوريكشنز رئيسيين، ستاتيك كوريكشنز والدايناميك كوريكشن. الدايناميك كوريكشن هو النورمال موف اوت كوريكشن. يعني ايه نورمال موف اوت ببساطه شديده؟ احنا لو احنا جمعنا الميد بوينت في 1 جذر فهنلاقي ان هي رغم ان هي جايه من نفس النقطه هنا، نفس النقطه دي، هلاقيها بتترسم عند ديفرنت تايم. ليه؟ نتيجه الديستنس من السورس للريسيفرز. كل ما الديستنس زادت بين السورس والريسيفر كل ما الريفليكتور جه عند ليتر تايم. الظاهره دي اسمها نورمال موف اوت. الظاهره دي اسمها ايه؟ نورمال موف اوت. طب انا ليه راسمهم جنب بعض؟ ما انا مسجلهم اكتر من مره هنا كنقطه. انا راسمهم جنب بعض ليه؟ عشان اجمعهم. اللي هو الستاكنج فاكرينه؟ عشان اجمعهم. عشان اجمعهم واشوفهم اقوياء. زي النقطه دي كده، تمام؟ يبقى انا لو جمعت دول هيطلع لي كذا ريفليكتور. يبقى المفروض ان انا اصلح النورمال موف اوت ده. بصلحه ازاي؟ بحاجه اسمها النورمال موف اوت كوريكشن، عن طريق الفيلوسيتي. بعمل بشوف فين احسن فيلوسيتي. عارفين اللي يربط بين التايم والديستانس هو الفيلوسيتي. انا اشوف فين احسن فيلوسيتي تخلي لي الريفليكتور ده يتزق فوق يبقى قصد الاولاني، وده قصد الاولاني، وده قصد الاولاني. تمام؟ يعني زي ما الريفليكتورز عامله كده مايله هي هايبربوليك اهي، بشوف الفلوس اللي تخليها تبقى ستريت زي ما انتم شايفين كده، فلاتند كده، تمام؟ هوريزونتال زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ لان انا في الاخر يا شباب باخد الكلام ده بجمعه يبقى وان تريس. افتكروا الرسمه بتاعت اول امبارح واللي عدتها لكم امبارح لما كنت بعرفكم التريس، قلت لكم على الستاك سيكشن، تمام؟ التريس بيبقى كان السورس والريسيفر كانوا فوق بعض، لكن في الفيلد ريكورد السورس في مكان والريسيفرز كلها جنبه، تمام؟ فدي معنى الستاكنج، اللي انا هاخد كل دول لازم اصلحهم كده اعمل لهم نورمال فات كوريكشن عشان اجمعهم في الاخر يبقوا تريز زي ما انتم شايفين كده، ويطلع الستاك سيكشن عندي اللي انا اقدر اقول فيه ان ده فيه جيولوجيكال ستراكشر اهو. ده انتكلاين زي ما انتم شايفين اهو، انتكلاين وسنكلاينز. اوكي، يبقى التريس الواحد زي ما اتكلمنا امبارح او اول امبارح. يعني لما تراجعوا الفيديوز هتلاقوا الموضوع اللي هو بتاع الستاكنج، ان الريسيفر والسورس في مكان واحد. ده نوع تاني من انواع الكوريكشن. بنوصل لاخر حاجه واقوى حاجه في موضوع البروسيسنج اللي هو السايزميك داتا مايجريشن. كلمه مايجريشن معناها ان انا بحرك السي ام بي بوينتس. تمام؟ فانا لو بصيت على السكشن اللي انتم شايفينه ده ركزوا عليه شويه. تمام؟ انا عايزكم تركزوا على الحتت دي. شايفين ايه هنا؟ شكل مش 8، دي فيونكات. فيونكات بنسميها بوتاي. طيب هو في الشكل ده في الجيولوجيا؟ في الجيولوجيا حاجه عامله كده؟ لا، الحقيقه لا. الحقيقه ده اصله ان مايجريتد سيكشن، يعني مش معمول له مايجريشن. مش معمول له مايجريشن، لو انا عملت له مايجريشن تمام؟ ده بري مايجريشن ستاك، لما اعمل له مايجريشن بقوا شكلهم ايه؟ سينكلاينز. سينكلاينز، تمام؟ يبقى في المايجريشن بتتحرك السبسيرفيس ميد بوينتس ان سبيس اند ان تايم عشان تروح لمكانها السليم اللي هو جيولوجيكالي مظبوط. طب هو المشكله اللي فوق دي جت منين؟ المشكله اللي فوق دي جت من النورمال بات كوريكشن اللي احنا بنقوله، اللي هو لان هو بيفترض ان كل الريفليكتورز فلات، ولكن لو عندي ديبنج ايفنت هتبتدي تحصل عندي المشاكل اللي انتم شايفينها. فدي المايجريشن ببساطه شديده ده البو تايب تتفك مثلا تبقى سينك لاين. مثلا لو جيت هنا شايفين الداتا راكبه جوه بعضها ازاي؟ كيرفات كده او تمانيات مع بعض، يعني زي كانها ريفراكتورز كده، بس اصل دي ان مايجريتد داتا. بص بعد المايجريشن طلع ايه؟ اهو انت كلاينز وسينك لاينز. يعني الداتا اللي فوق دي ان مايجريتد، الداتا اللي تحت دي مايجريتد. يعني ده معناه ان انت مفيش حاجه اسمها تشتغل على بروسيسنج على الداتا من غير ما تعمل لها مايجريشن. شايفين الداتا هنا؟ شايفين الجزء اللي انا عامل عليه بالاليبس الاحمر ده؟
فين؟ ده شكل انتكلاين ولكنه قبل المايجريشن. بصوا بعد المايجريشن بقى عامل ازاي، شايفين الانتكلاين في الجزء اللي تحت شكله واضح ازاي؟ فالمايجريشن از تايب اوف كوركشن، على فكره احنا بنعتبره كده في الاندستري يعني، وشيء مهم جدا بالنسبه في السيزميك داتا بروسيسنج. تعال نشوف اكزامبلز يعني تاني. ده سولت دوم زي ما انتم شايفين كده، بصوا الجزء مش باين ازاي، الوول بتاعته فوق مش باينه تمام، شايفين الريفلكتورز هنا مشدوده ازاي عشان السولت دوم عمل لها امبارسمنت يعني خرمها كده وطلع لفوق تمام. ده بعد المايجريشن بان الوول بتاعت السولت دوم والطب بتاعتها بقت فين، رسمت السولت دوم. شايفين قوه المايجريشن، شايفين قوه البروسيسنج، عرفتوا البروسيسنج از كريتيكال ستيب، مهم جدا جدا في السيزمك اكسبلوريشن او في الهيدروكربون اكسبلوريشن. شايفين الشكل ده والشكل ده اللي لقيتكم اليمين ولقيتكم الشمال قبل وبعد المايجريشن. تعالوا شوفوا بعض الالوان بقى شويه. دي سولت بوديز، دي سولت بوديز، كل دي سولت انتروجن. الالوان اللي انتم شايفينها دي من اهم حاجه بتاثر في المايجريشن هي الفيلوسيتي ويف بروباجيشن، الفيلوسيتي اللي انا بستخدمها عشان اقدر اشوف ان ده. شايفين قوه الريفلكتورز هنا عامله ازاي؟ انا استخدمنا هنا السولت دي بالشكل اللي انتم شايفينه. ادي شكل الداتا تاني عليها الالوان، الالوان دي اللي هي الفيلوسيتي. شايفين شكل قوه المايجريشن بتبان ازاي في الداتا. شايفين المودل ده، شايفين الداتا هنا عامله ازاي، شايفين الانتربريتيشن فيري كومبلكس ازاي. بصوا الداتا المايجريتد بتاعتها، بصوا الداتا عامله ازاي. ده يعني بنستخدم حاجه اسمها فول ويف انفرجن، نقدر نستخدم بارامترز الدقيقه جدا للمايجريشن. ده شكل الفيلوسيتي موديل يعني الفيلوسيتي اللي احنا بنستخدمها للمايجريشن تمام، وده شكل السيزميك داتا. بصوا باينه بالظبط نفس الشكل اللي فوق ازاي. اتمنى ان الاكزامبل دي تكون يعني فهمتكم اكتر عن البروسيسنج. احنا ادينا اول يومين جزء كده ثيوريتيكال عشان نفهم الميثود ككل كسيزميك ميثود، وبعد كده ندخل في البروسيسنج ونشوف ان هو عباره عن فلو وستيبس، وازاي النهارده قلنا كل ستيب ايه التاثير بتاعها وتبين بتعمل امبروفمنت للداتا ازاي. عرفنا على النويزز والسيجنال، وعرفنا ان البروسيسنج مسؤول عن انكريزنج سيجنال تو نويز ريشيو او تو بيوريفاي ذا سيزميك داتا تو اوت بوت سيزميك داتا فول اوف سيجنال اند ريفليكت ذا ريل سب سيرفيس جيولوجي. باقي الكويز اللي انا قلت لكم عليه تتوقعوا بقى ان انا عملت بروسيسنج البري ستاك الريزلتس هتبقى احسن، ولا لو عملت بروسيسنج في البوست ستاك. طبعا مستني اسئلتكم، واللي عايز يجاوب على السؤال يجاوب واسمعه. اتفضل يا جماعه. تمام، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. اللي حابب يجاوب على السؤال يتفضل يفتح المايك ويجاوب. في حد يا دكتور بيقول لحضرتك ممكن السؤال تاني؟ السؤال which is more effective on the data the pre stack processing or the post stack processing. احنا قلنا امبارح البوست ستاكينج هو الافضل. احنا ما قلناش كده، مين اللي قال كده؟ انا عن نفسي ما قلتش كده، انا لسه مش بجاوب على السؤال، بس انا ما قلتش كده. طيب انا 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 اقولها لكم بطريقه ثانيه. لو انت يعني مع
حاول بقدر الامكان اجمع مثل يعني كده يوضح. طيب احنا في الستاك بنعمل ايه؟ ستاك معناه ايه؟ ان انا بجمع التريسز بتاعت سي ان بي، مهما كان عددها بتبقى 1 تريس. تمام؟ طيب لو انت عندك نويزز تقدر تتعرف عليها في لو مثلا، خلينا نقول اكزامبل تاني، لو انا عندي السي ام بي فيها 120 تريسز، لما بعملها ستاك بتبقى 1 تريس، فهل في انهي منهم تقدر تفرق بين السيجنال والنويز؟ ال 1 تريس احسن ولا ال 120 تريسز؟ هو في حد جاوب دكتور وقال البوست ستاك؟ لا غلط تمام غلط يا جماعه. البري ستاك بروسيسنج هو المور افكتيف، لان اللي بيتعمل بعد الستاك ده بيبقى حاجه كوزماتيك، حاجه انهانسمنت للداتا، ما تقدرش تعمل فيها حاجه اكتر من اللي اتعمل. تمام؟ ولكن البري ستاك بيبقى هو اللي اصح وهو اللي افكتيف اكتر، لان بيبقى عندي رو داتا، بتبقى موجوده فيها السيجنال والنويز، اقدر افصل السيجنال عن النويز واكمل بالسيجنال وارمي النويز. تمام؟ يعني ببساطه شديده، لو في مثلا حته قماش تمام، وبعدين اتقصت واتفصلت بدله او فستان، طيب هل تقدر تغير الموديل بتاعها؟ يعني امتى افضل تغير الموديل بتاعها؟ وهي لسه قماش ولا بعد ما اتفصلت؟ وهي لسه قماش، يعني وهي لسه رو. تمام؟ فدايما البروسيسنج في البري ستاك، لان الستاك ده هو خطوه من خطوات البروسيسنج اكشن. تمام؟ البري ستاك بيبقى دايما افكتيف اكتر على كواليتي اوف ذا داتا عن البوست ستاتوس. اسمع اسئلتكم بقى لو حد عنده سؤال. في حد بيسال يا دكتور، بيقول لحضرتك ممكن تعيد حته الفيلد فورمات واخر حته في التريز، في التريزك اديتنج. الفيلد فورمات احنا اتفقنا ان احنا الداتا بتاعتنا بنسجلها ديجيتال. تمام؟ فيعني بنحولها من انالوج لديجيتال، او يعني من ميكانيكال موفمنت الى ديجيت. فالديجيتس دي بتتكتب بترتيب معين. اوكي؟ فالترتيب المعين ده هو اسمه ده الفيلد فورمات. يعني انا الداتا سجلتها حولتها الى ديجيتس، يعني ديجيتال داتا، وكتبتها بطريقه معينه، هي دي الفورمات. تمام؟ بتتكتب ازاي؟ يعني بيتكتب طبعا السامبل الاولى من كل الريسيفرز، وبعدها السامبل الثانيه من كل الريسيفرز، وبعدها السامبل الثالثه من كل الريسيفرز، اند سو اون. وبعدين لما باجي اعمل دي مالتيبلكسنج برجع بقى السامبلز تحت بعضها بتاعت كل ريسيفر او كل تريس. السامبل الاولى تحتها السامبل الثانيه تحتها السامبل الثالثه. طب قلنا السامبل معناها ليه بنقول سامبل؟ لان انا ما بسجلش الريفليكشنز كونتينوس، بسجلها every constant time period اللي احنا بنسميه sample rate، يا اما كل 2 مللي سكند يا اما كل 4 مللي سكند and so on. تمام؟ في الايديت، احنا بنريموف الباد تريسز من الداتا، بنعمله ريموف زي كاننا ملتبلاي باي زيرو، يعني بنشيل الافكت بتاعه خالص. فممكن جدا اعمل ريموفال لوان تريس، او اقدر اعمل ريموفال للريكورد كامل. طيب الكلام ده انا بشوفه فيجوالي كده، وببتدي انقي فين الباد تريسز اند سو اون. لكن لو انا بشتغل 3 دي، يعني عندي كم داتا كبير جدا، تمام، فبقدر احدد افرق بين الباد تريسز والجود تريسز، مثلا من ناحيه الامبليتيود، مثلا الباد تريسز هاي امبليتيود جدا او لو امبليتيود جدا. فبعرف السوفت وير ان التريسز اللي هي الامبليتيود ده شيلها، يعني اعمل لها ايديت، فده بنسميه اوتوماتيك ايديتنج. قلت لكم بعد ما تعمل اوتوماتيك ايديتنج لازم تبص تاني على الداتا بتاعتك عشان تتاكد انها تطبق صح. تمام.
تمام. في حد تاني بيسأل حضرتك يا دكتور، بيقول ازاي احدد ازاي اعرف التو فريكوانسيز واحددهم وافرق بينهم؟ ممتاز. احنا دلوقتي لو انت لا يعني الفريكوانسي عشان نشوفها بدقه لازم نحول الداتا، نعمل ترانسفورم للداتا بالفورورد فورير ترانسفورم عشان ارسمها في جراف. الجراف ده بيرسم الاكس اكسس بيبقى فيه الفريكوانسي والواي اكسس فيه الامبليتيود. اقدر اقرا من على الاكس اكسس الرينج بتاع الفريكوانسيز اللي موجوده عندي، تمام؟ فاقدر واقدر اعرف فين الرينج بتاع النويز، الفريكوانسي بتاع النويز عشان اشيله، والجزء بتاع السيجنال عشان اسيبه. طيب ده يبقى الاسهل طريقه ان انا احول الداتا بتاعتي الى الفريكوانسي دومين. الداتا اللي ليها امبليتيود عالي وكلهم تقريبا قريبين من بعض هتبقى دي السيجنال. الحاجات اللي هيبقى فيها ليها فيري لو امبليتيود او فيري هاي امبليتيود بدون داعي وزن وزن الباك جراوند يعني، دي ممكن تبقى النويزز. طيب لو انا عايز اشوف على السيزمك سيكشن، يعني فعلا سؤاله كده، الفريكوانسي على السيزمك سيكشن لو انت شفت الريفليكتورز بيتكرروا ورا بعض بسرعه قريبين على مسافات قليله جدا فده هاي فريكوانسي. لو لقيت الريفليكتورز تحت بعضها بمسافات متباعده يبقى ده لو فريكونسي بتاعت الايه؟ سفيريكال دايفرجنس يمكن والتريس بالانس. السفيريكال دايفرجنس والتريس بالانس دول بيشتغلوا على الامبليتيود، تمام؟ السفيريكال دايفرجنس اتس ا كوركشن. طيب الفكره كلمه سفيريكال لان احنا الويف بتمشي اينا سفير، والسفير دي كل ما بعدت عن السورس يعني كل ما رحت ديبر كل ما الريدرز بتاعها بيكبر وهي حجمها بيكبر، صح كده؟ طيب فيبقى دي برسنتج بيبان في الديكي بتاع الانرجي. كيف انا لو قدرت احسب الديكي في الانرجي بيحصل على بعد قد ايه من السورس هقدر اعمل كوركشن للداتا بتاعتي وازود الامبلتيود اللي هو ديب خالص بعيد قوي عن السورس بنسبه اعلى من الريفليكشنز الموجوده قريبه من السورس، يبقى انا بعمل كوركشن الامبلتيود ده، تمام؟ لكن التريس بالانس او الاي جي سي ده ارتفيشال امبليتيود كوركشن، مش كوركشن يعني هو نوع من انواع الكوركشن الناس بتحب تسميه كده، ولكن هو ده ارتفيشال لان انا بحسب الانرجي كيرف من الداتا نفسها، ما بتبقاش نتيجه ظاهره طبيعيه زي البعد عن السورس او وات ايفر. فالسفيريكال ديفيرجنس از تايب اوف كوركشن ومانداتوري لازم اطبقه. الاي جي سي والتريس بالانس لو انا بدور على ستراتيجرافيك ترابس ممكن ما استخدمهمش، لكن لو بشتغل على بدور على ستراكشر ترابس بستخدم الاي جي سي وانا مش خايف خالص. لا غلط. البروسيسنج اصلا على البري ستاك اصلا، لان الستاك نفسه خطوه من خطوات البروسيسنج، تمام؟ يبقى انا ازاي بقى لا اوصل للستاك كله من غير ما اعمل ريموفال للنويز وبعدين عايز اشيلها بعد الستاك؟ اقدر، ما انا اديتكم المثل، ستاك معناه جمع، بجمع التريسز اللي جوه السي ام بي جذر. لو عندي 120 تريسز في السي ام بي جذر فيهم سيجنال ونويز اقدر افرق بين السيجنال والنويز، لكن لو انا جمعتهم على بعض وبقوا تريس واحد يعني ستاك هيختلطوا ببعض السيجنال والنويز، هفرقهم ازاي؟ تمام؟ فالبري ستاك بروسيسنج هو المور افكتيف وهو اصلا لازم اعمله غصب عني عشان اوصل للستاك اصلا، يعني هعمل الستاك ازاي من غير بروسيسنج؟ ال 2 دي فلتر صح.
لا ايه 2 بي فلتر؟ ما اعرفش 2 بي فلتر، ما 2 دي ولا 3 دي، اتس فلتر يعني، في فريكونسي فلتر تمام. يعني ايه 2 بي؟ لا انا اسف، انا اقصد تاو بي فلتر. تاو بي، تاو بي مش فلتر، تاو بي دومين، بي ده تمام دومين، تمام انا بس تاو عايز التاو افتكر بي عنه. تمام. حاضر، جود كويستشن. الا احنا اتكلمنا عن الفريكونسي دومين صح، قلنا هنروح الفريكونسي دومين بالفوريير ترانسفورم، في اذر دومينز كمان بفصل فيها الداتا. فالتاو بي دومين ان انا بقدر احول الداتا الى الفيلوسيتي دومين، التاو بي ده يعني التي نوت مع الفيلوسيتي، ده فيلوسيتي دومين. في عندي اتنين تاو بي، في لينير تاو بي وفي بارابوليك تاو بي. اوكي، في اللينير تاو بي لما بحول الداتا اقدر افرق بين السيجنال والنويز عن طريق الدب بتاعهم، زي الاف كي بالظبط تمام، عن طريق الدب، بس مش بيبقى نفس، مش نفس الرسمه يعني، مش نفس البلوت بتاع الاف كي. لكن اللينير تاو بي بقدر اشيل بيه اللينير نويز، لكن البارابوليك تاو بي اوكي اللي احنا بنسميه في بعض الاحيان رادون ترانسفورم، ده بستخدمه في المالتيبل اتنيويشن، فيري افكتيف، فيري افكتيف مالتيبل اتنيويشن دومين، تاو بي مالتيبل اتنيويشن. هم متخصصين طبعا جدا يعني. المشكله بتاعت السولت دوم ان انت تقدر تشوف الريفلكتورز اللي تحتيها، اللي تحت السولت تمام. فعندنا ديفرنت تكنيكس ممكن في الاكوزيشن او في البروسيسنج. في الاكوزيشن ممكن نعمل وايد ازيموث مثلا اكوزيشن، بحيث ان انا اقدر اجمع الريفلكتورز، الريفليكشنز اللي جايه من تحت الصوب، فلازم يبقى طبعا يعني الديستانس كافيه بين السورس والريسيفر كيبل، عشان نقدر نعرف، نقدر نجمع الريفليكشنز اللي جايه من السب صوب تمام. في الاكوزيشن طرق متعدده، في مثلا الوايد ازيموث، في المالتي ازيموث، ممكن يعني اعمل اكوزيشن في ديفرنت دايركشنز عشان اقدر اعرف اخد الريفليكشن ديفرنت دايركشنز من اللي بتيجي من تحت السولت دوم تمام. ممكن اعمل الاو بي سي، الاوشن بوتوم كيبل، برضو بطرق معينه، بحيث اقدر يعني المشكله كلها ان الريفليكشنز اللي جايه من تحت السولت دوم ازاي انا اجمعها في الاكوزيشن. الحاجه الثانيه انا ممكن اعمله في البروسيسنج، واللي بيحل الموضوع ده في البروسيسنج بشكل كبير هو المايجريشن. والمايجريشنز انواع كتيرة يعني، في كيركوف مايجريشن، في ويف ايكويشن مايجريشن، في ريفرس تايم مايجريشن، في انواع كتيرة، كل واحدة منهم بتتميز بشيء معين. في منها اللي بيبين السولت دوم وولز، في منها بيشوف تحت السولت دوم بشكل معين، فده في البروسيس. يبقى انا كل ما كولكت داتا اكتر في الاكوزيشن وقدرت اجمع ريفليكشنز من تحت السولت بشكل كبير، كل ما كان السب سولت ايمجنج هيكون احسن. وهم استخدم البروبر مايجريشن هتزود لي الافكتفنس بتاعت السيزمي. سبيشال فلتر، سبيشال فريكونسي. احنا قلنا، احنا اتكلمنا النهارده على نوعين من الفلتر لو تفتكروا. اتكلمنا عن الفريكوانسي فلتر اللي هو زي الباند باس فلتر اللي انا وريتكم فيه الجراوند رول وازاي بيتشال بعد الفلتر، قبل وبعد الفلتر. وفي السبيشال فلتر اللي هو زي الاف كي، زي الاف كي اللي هو يبتدي يشيل الحاجه اكوردنج للدب بتاعها، فداخل فيها ديستنس. سبيشال معناها حاجه ديستنس،
تمام. فده زي الاف كي، فالسبيشال فلتر زي الاف كي، زي اللينير تاو بي اللي انا كنت لسه بجاوب لزميلكم عليه من شويه. تمام، ده سبيشال، نوعين من انواع السبيشال فلتر. يبقى نوعين من انواع السبيشال فلتر اللي هو الاف كي فلتر واللينير تاو بي فلتر، تمام، ودول بيشيلوا اللينير نويزز. والنوع الثاني اللي هو الفريكوانسي فلتر، اللي هو زي اللو باس والهاي كات والهاي باس واللو كات والباند باس فلتر، ده بيفرنشيت على يعني بيفلتر اوت سم اوف ذا فريكوانسي رينج. في اسئله تاني؟ يلا كويس. النهارده الاسئله اكتر. عادي، اهلا وسهلا. انا يا جماعه اسالوا اللي انتوا عايزينه، انا مش عايز حد يتكسف من فضلكم. اديكم شفتوا الاسئله بتاعت زمايلكم بتفتح مواضيع تاني زياده، ازاي وازاي بنقدر نفهمها لهم بدرجه او باخرى. اكيد بيجي لهم اسئله تانيه يسالوني بقى في اي وقت او دلوقتي، يعني اهلا وسهلا. تمام، انا سعدت بيكم جدا، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. ما حدش يقلق من الصبح. اتفضل. معدن بيعكس الموجات، طريقة انعكاس، هي اصلا طريقة انعكاس، يعني اصلا هي ريفليكشن. لكن ممكن مثلا اديله اكزامبل، او اديلها اكزامبل زي البازلت مثلا. لو في بازلت مثلا قريب من السيرفس، فده طبعا بريفنت الانرجي ان هي تنزل تحت، طبعا هيرفلكت كميه كبيره جدا من الانرجي، فاللي هيعدي للديبر هورايزنز هيبقى اضعف. وبرضه ده برضه بنتغلب عليه بالاكوزيشن بنفس طريقه السولت زي ما كنا بنتكلم كده. يعني تحاول بقدر الامكان تحصل على ريفليكشنز من الاماكن اللي ما فيهاش البازلت ده او الروك ده بالذات. هتظهر في اللوجز ازاي؟ لا مش في اللوجز ولا في السايزميك داتا؟ احنا مش بنتكلم عن اللوجز. يعني ممكن حد متخصص في اللوجز اكتر يقدر يرد عليكم. في الابلايد جيوفيزكس، في كتاب اسمه الابلايد جيوفيزكس. في كتاب اسمه Applied Geophysics، ده جميل جدا. يعني انا بس مش فاكر الـ التفاصيل بتاعته. في حاجه اسمها شيف بيتهيألي Seismic Exploration. في حاجه قديمه قوي بقى اسمه دوبرين. دوبرين ده ممكن تلاقوه في اي حته برضه، في حاجه كتير اهو. هتلاقوا عندي في على الجروب، انا منزل كتب وكورسات وفيديوهات عن الحاجات دي كلها. بس اللي يدور يعني يبقى عنده صبر شويه، لان في بوستس كتيره جدا. يعني بس يمشي كده شويه في البوست هيلاقي كتاب، لازم اكيد هيلاقي كتاب، هيلاقي برزنتيشن، هيلاقي بيبر، هيلاقي انا الكتب، انا منزل الكتب. المايجريشن بتتقسم بيزد على كذا كونسبت. يعني لو احنا بنقسمها على الستيج، هي بتطبق امتى؟
ففي بري ستاك مايجريشن وفي بوست ستاك مايجريشن. وعشان اللي كان بيتكلم على البري ستاك والبوست ستاك مين اقوى، طبعا البري ستاك مايجريشن هي اقوى حاجه، تمام. ففي بري ستاك مايجريشن وفي بوست ستاك مايجريشن، في بري ستاك تايم مايجريشن وبري ستاك ديبث مايجريشن. اوكي، الفرق بين التايم والديبث الفيلوسيتي موديل، اخر سلايدز انا وريتها لكم، تمام. كنت بوريكم ازاي الفيلوسيتي افكتيف على السيزميك داتا، تمام. لو انا تيكن كونسيدريشن كل الاختلافات بتاعت الفيلوسيتي، فانا بعمل ديبس مايجريشن، تمام. لو انا ما باخدش حاسس ان الفيلوسيتي سموز، يبقى انا بعمل تايم مايجريشن، تمام. في بقى بعد كده تبع الالجوريزم، يعني في كيركوف مايجريشن، في اف كي ستورك مايجريشن وستورك مايجريشن، في ريفيرس تايم مايجريشن، في ويف ايكويشن مايجريشن، تمام. في حاجات بتعتمد على الري تريسنج، اوكي، وفي حاجات بتعتمد على الويف ايكويشن نفسها، ففي تبع الالجوريزم، يعني بتختلف على الالجوريزم اللي هو بيستخدم. تمام، كويس. طيب يا جماعه، هو احنا مش بندور على معدن في السيزميك اكسبلوريشن، ماشي. صحيح احنا نقدر نعرف الليثولوجي والفلويد كونتنت، بس انا مش بدور على معدن. المعدن ده ليه طرق تانية، ده مينرال بروسبكتنج، يعني في استكشاف للمعادن نفسها، تمام. لكن التراب، وده هدف رئيسي من السيزميك ميثود اللي احنا بنستخدمها. التراب انواع زي ما انتم عارفين، سواء اللي هو يا سينيور او لسه جونيور، لسه جونيور ما درسهاش. يعني الترابس هي تكوينات معينه من صخور بيتحبس فيها الهيدروكربون، تمام. فممكن تبقى ستراكشرال تراب لو هي متكونه من ستراكشرال ايلمنت. يعني زي ايه ستراكشرال ايلمنت؟ زي الفولتنج مثلا. عشان كده انا قلت لكم خطوره الاستاتيك كوركشن، لما شفت السكشن فيه فولت قلت لكم ده فيك، ده unreal structure، لان ممكن الفولتس دي حد يفتكر ان هي عامله له تراب، يعني تراب للهيدروكربون، تمام. لازم كنت تصلحها في البروسيسنج عشان ما يحصلش كده. فممكن مش اشكال معينه من الفولتس يحصل عليها انتراكمنت، دي بنسميها structural trap. طبعا في examples اكتر، بس انا بختصر الموضوع. في نوع تاني، يبقى انا هشوف الفولتس اللي عندي، هشوف السبسيرفيس جيولوجي فين الفولتس، تمام. واشوف بقى الريفليكتورز اللي هي يعني سيدمنت الروك اللي مقفول عليها، ولو عرفت ده نوعه ايه، ده ساند مثلا وفي شيل، تبقى تراب كويسه جدا. اوكي، لان التراب لازم يبقى فيها ريزرفوار وفيها كاب روك. فانا لو شفت فول وعليه ساند، والساند ده فوقيه شيل، تبقى ممكن، والفولت ده ستيل يعني مقفول، تبقى دي تراب، تمام، تبقى ستراكشر تراب. ممكن كمان الانكونفورميتي مثلا فور اكزامبل تديني استراتيجرافيك تراب. اوكي، فممكن فيتشرز ستراتيجرافيك تراب زي البنشنج اوت مثلا، تديني شكل الويدج كده، تمام. فانا بشوف الحاجات دي، يعني السايزمك داتا بتطلع لي السبسيرفيس جيولوجي، واما اعمل لها انتربريتيشن اقدر اعرف عندي ستراكشرال ترابس ولا ستراتيجرافيك ترابس ولا كومبايند ترابس بين الاثنين. فهي من الانتربريتيشن بعد البروسيس. اتفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دكتور دلوقتي كنت بتقول ان الدي كونفوليوشن هي الانفرس فلتر، ومنها هنا بشيل الايفكت بتاع السورس ويفلت، وليها نوعين، بريدكتيف دي كونفوليوشن وسبايكنج دي كونفوليوشن، تمام. في البريدكتيف حضرتك قلت ان احنا منها بنقدر نشيل الجوست والريفربريشن. لا، الريفربريشن بنشيل منها الريفربريشن والشورت بيبل مالتيبلز. تمام. طب انا ازاي بشيل تاثير سورس ويفلت اقدر اكتشف بيها المالتيبل؟ لا يعني جود كويستشن. هو الفكره ان انت لو تفتكر امبارح وانا بقول لكم التريس جاي منين، تمام. فقلنا ان انا عندي اكوستيك امبيدنس اللاير اللي فوق، اكوستيك امبيدنس اللاير اللي تحت، وبيحصل ريفليكشن كوفيشن،
بيطلع يا بوزيتيف يا نيجاتيف، وكان بيترسم زي العصاية كده سبايك، صح؟ يبقى هو ده اللي بيبين لي فين الديفرنت روكس. ولكن لما الاكوستيك امبيدنس ده الويفلت بتختلط معاه، بتكونفولف معاه، فبتديني ريفليكتورز بشكل مختلف، او ممكن يطلع لي مثلا سايد لوبس من الويفلت دي، يبقى في ريفليكتورز مش موجوده اصلا في الاساس. تمام؟ ف عشان اقدر احدد الباوندري او الانترفيس بين الديفرنت روكس، بحاول ان انا اضغط الويفلت دي اللي هي شكل البيك او التراف، بحيث ان هي تبقى شارب شبه السبايك اللي هو ايه؟ بتاع الريفليكشن كونفرس. فده الهدف، ان انا هتعمل شاربنينج بس للداتا، زي ما شفت الاكزامبل بتاع الستاكس اللي انا وريتهم. تمام؟ ده السبايكنج بيعمل كده. اما البريدكتيف هيعمل كده بلس ان هو بنقدر نحدد الريفربريشن دي، على فكره يا اولاد، او الشورت بيريد مالتيبلز دي، اللي هي زي مثلا بيبقى عندي ميه زي الصوره اللي قدامكم دي، الانرجي لما تنزل من السورس بتتحبس في الميه دي، تقعد تتردد بين الميه وقاع البحر اكتر من مره قبل ما تنزل للروكس اللي تحت الارض، فدي اسمها ريفربريشن، بتاثر على الكوهيرنس بتاعت الداتا، ما بتبقاش باينه الداتا اللي عندي. فهو البريدكتنج دي كونفوليوشن بيشيل الايفكت ده، لان انا بفترض بعمل حاجه اسمها اوتو كورليشن، ومنها بقدر احدد فين البرايمري وفين المالتيبلز، وبيشيلها الدي كونفوليوشن. تمام، شكرا لك. العفو. لا انا ليك، لا اهلا وسهلا. ان شاء الله ربنا يوفقكم. مش عايز حد يفتكر ان الكلام ده صعب، انتوا بس يعني عشان تعرفوا لازم تشتغلوا بايدك. تمام؟ وعشان تشتغلوا بايدك يعني الشغل بيبقى بسيط قوي. لكن لو اي حد فيكم انترستد في الموضوع ده، ممكن يقعد يدعبس كده في الانترنت لغايه لما يلاقي سوفت وير بتاع بروسيسنج، يعني يكتب فري داونلود بروسيسنج سوفت وير، وممكن يبقى معاه داتا ويبتدي يمشي ايده ويعرف الفلو عامل ازاي ام سو. لكن لازم حد يعلمك البروسيسنج، ما هي صعبه جدا، بس هي ليه ما هياش منتشره؟ لان اللي بيشتغلها عدد محدد من الجيوفيزيست. تمام؟ وهي ليها جزء معين في الهيدروكربون اكسبلوريشن، الناس المتخصصين بتشتغل وبيخلص، ولكن لها افكت كبير جدا على الاكسبلوريشن ان جنرال. اتمنى لكم كلكم التوفيق، وسعدت بيكم رغم ان انا ما شفتكوش يعني، ولا عايز بيكم. اتمنى لكم كل التوفيق، وانا يعني اي حد عايز حاجه، اي حاجه يكلمني في اي وقت، اهلا وسهلا بيكم. شكرا يا محمد، اتفضل. العفو، تفضلوا. السلام عليكم. مع السلامة.